السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا جماعة إن شاء الله، نبدأ دلوقتي تاني محاضرة في الستاتيستكس. إحنا المرة اللي فاتت كنا يعني أنهينا المحاضرة كده بشوية نوتس، تمام؟ بشوية نوتس عرفنا إنه أي سامبل ستاتيستيك عامة بيبقى راندم فاريبل، وبالتالي بيبقى له اكسبكتيشن وبيبقى له فاريانس. على سبيل المثال، أول وأبسط سامبل ستاتيستيك هو السامبل مين، اللي بنجيبه عن طريق ان احنا نجمع الاليمنتس بتاعه السامبل ونقسم على عددهم، فده كده راندوم فاريبل. فاثبتنا انه الاكسبكتيشن بتاع السامبل مين، بمعنى ان انت لو قعدت تاخد سامبلز كتيره قوي مختلفه عن بعض، وفي كل مره تحسب السامبل مين وبعدين جيت تجيب الاكسبكتد فاليو لكل الديفرنت سامبل مين دول، يطلع في الاخر بميو، which is ايه، the same as the population mean. أثبتناها، وأثبتنا برضو إنه بقى السامبل مين ده الفاريانس بتاعه، بمعنى قد إيه يا ترى الديفرنت سامبل مينز دي مختلفة عن الميو. فالفاريانس السيجما سكويرد أوفر إن، وقلنا إن ده معناها إنه الفاريانس ده بيقل كل ما السامبل سايز كبر، which يعني ميك سنس إن أنا كل ما أخد سامبل كبيرة كل ما ألاقي بقدر ما، يعني إن بدأ يبقى السامبل مين يبقى كله أراوند فاليوز، أراوند يعني كلوز فاليو، يعني مش بعيد قوي، مش سكاترد عن بعض قوي. والحاجه الثالثه اللي انا قلت لكم هتعملوها او تثبتوها في السكشن، وهي برضو الاثبات بتاعها يعني ابلودد على البلاك بورد، هي ايه بقى؟ one other statistic is the sample variance SN squared. فال SN squared شفنا حتى العلاقه بتاعته 1 over n minus 1 في summation بقى ايه xi minus xn بار تربيع، وقلنا ان الاكسبكتيشن بتاع ال اس ان سكويرد بيساوي سيجما سكويرد، وانه لولا انه الاس كانت على ان ماينس 1 ما كانش يطلع الاكسبكتيشن بسيجما سكويرد، زي ما انتم شايفين في الاثبات يعني اللي يعني المفروض ان شاء الله يتعمل في التيوتوريال. فهنا ده بيقول ايه؟ ان خلاص يبقى الاكسبكتد فاليو اوف ذا سامبل فاريانس ايكوالز ذا بوبوليشن فاريانس. كان في بس ملحوظه في الاخر ما قلناهاش نبدا بيها دلوقتي بقى، اللي هي ايه؟ An important special case of the sample mean, an important special case of the sample mean is obtained when the target population is represented by a Bernoulli random variable x with parameter pi. طيب تعالوا بس نفتكر ايه هو البرنولي random variable ده. البرنولي يا جماعة random variable x، لو تفتكروا انه x كان بيبقى ساعتها واخد واحد من قيمتين، يا اما واحد يا اما زيرو، خلاص. وكنا بنقول انه بياخد القيمة واحد يبقى هنا حصل success، وياخد القيمة zero لما يحصل ايه؟ لما يبقى failure، لما يبقى ال outcome failure، لما يبقى ال outcome بتاع ال experiment failure. وكنا قلنا برضو ساعتها انه ايه؟ انه يعني كنا معرفين ساعتها حاجة اسمها ال probability of success وال probability of failure، فكنا ساعتها مسمينها P و Q. ال P كان هو البارامتر بتاع ال Bernoulli distribution. دلوقتي بس احنا هنا في ال statistics هنديله رمز مختلف، مش بي، مش هنسميه بي، هنسميه باي. يبقى دلوقتي باي ده هو ايه؟ هو ال probability of success of the target of the target population، ال population نفسها الكبيرة بقى، ال population الأصلية أو ال original population. فهنا بنقول إنه البرنولي راندوم فاريبل اكس، نفترض ان البروبابيلتي اوف سكسس بتاعه دلوقتي هنسميه باي، وده اللي هو مين؟ اللي هو هنديله اسم برضو كده، اسمه البوبوليشن بروبورشن. البوبوليشن بروبورشن كانها نسبه السكسس في البوبوليشن دي، ما هو باي هو الاحتمال بتاع السكسس، صح؟ هو الاحتمال ان يبقى الاكس بواحد، فكان ده اسمه البوبوليشن بروبورشن. فهنا بنقول انه لما يبقى الـ target population يعني ليها Bernoulli distribution، بنفترض كده إن الـ probability of success هتبقى اسمها pi اللي احنا كنا زمان بنسميها p، وبنديها اسم دلوقتي بنقول إن ده اسمه الـ population proportion. ففي الحالة دي، في الحالة دي يا جماعة، أنت لو سحبت sample مثلا من n elements، طيب الـ n elements دول هيبقى قيمهم إيه؟ وحيد وأصفار، صح؟ يعني أنا هسحب sample من n elements من ال target population، فكل واحد فيهم أصلاً لأنه
الاوريجينال ديستريبيوشن برنولي، فاي واحد من السامبلز دول هيبقى واخد قيمه اي اكس اي هيبقى ايه؟ هيبقى ايذر 0 اور 1، صح كده؟ طيب ففي الحاله دي السامبل مين هيبقى عباره عن ايه؟ السامبل مين هتلاقي ان السامبل مين في الاخر يعني هو اصلا احنا تعريفه ايه؟ 1 اوفر ان سميشن اكس اي. فهتلاقي ان السامبل مين اصلا هو ايه يا جماعه؟ هو هيطلع في الاخر هيطلع قيمته ايه؟ مجموع الوحيد اللي موجوده على العدد الكلي. يعني لو فرضنا مثلا ان السامبل بستة، وان السامبل كان شكلها كده 0 0 1 1 1 0 مثلا، يعني دول الستة elements، يبقى لما نيجي نجيب الاكس بار الاكس 6 بار يطلع بكام؟ هيطلع يعني 0 زائد 0 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 0، يعني هيطلع 3 ونقسم طبعا على 6. ايه هو 3 على 6 ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو number of successes in the sample، صح؟ يعني السامبل دي فيها كام success، طلع لي فيها كام success، طلع لي فيها 3 successes. يبقى number of successes in the sample على sample size. من الاخر كده، يبقى في الحالة لما بيكون الoriginal التارجت بوبيليشن الديستريبيوشن بتاعها اوريجينالي برنولي ديستريبيوشن، يبقى في الحاله دي السامبل مين هيبقى عباره عن النمبر اوف سكسسز ان ا سامبل على السامبل سايز. ده السامبل مين، وده بنقول عليه ايه بقى؟ وده بنقول عليه السامبل بروبورشن. يعني ده اسمه السامبل بروبورشن، كان ده هو عباره عن ان انت حسبت البروبورشن باي ده بس حسبته من السامبل، فمش هنسميه باي بقى، هنسميه بي. معلش هو يعني هو هنا النوتيشن معكوسه، يعني هنا البي دلوقتي هي ايه؟ كان البي هي probability of success بس بتاعه السامبل مش بتاعه target population. كان البي هي probability of success او نسبه السكسس او proportion of success بس بتاعه السامبل. امال بتاعه target population اسمها ايه؟ اسمها باي. خلاص تعالوا نكلير كده الحاجات دي كلها تاني ونقرا note دي مرة تانية. An important special case of the sample mean is obtained when the target population is represented by a Bernoulli random variable x with parameter pi. دلوقتي البارامتر بتاعت البرنولي بدل بي هنسميه pi، واحنا شغالين في statistics او في samples او كده. فمين هو الباي ده؟ اللي هو probability of success. والباي ده بنسميه ايه؟ بنسميه population proportion، كأنها proportion of success يعني trials مثلا في population. فلما نيجي نحسب، لو انا عندي sample of n elements وجيت احسب السامبل مين في الحاله دي، طيب فهتلاقي ان هي 1 على n summation xi، هتلاقي انها it will end up being the number of successes in the sample، يعني عدد الelements اللي في السامبل اللي بوحيد اللي هم قيمهم بواحد اللي هم يمثلوا success على sample size. ودي ساعتها هنrefer to it as ايه بقى؟ مش دي كأنها بتدينا يعني نسبة السامبل سكسس، صح؟ الأول يعني زي ما نقول يعني البروبورشن اوف سكسس في السامبل، ده اسمه السامبل بروبورشن. يبقى هنا ده هنديله رمز بي، هنديله رمز بي ونسميه سامبل بروبورشن. في حين ان في البوبيليشن الأصلية البارامتر بنسميه باي وبيبقى اسمه البوبيليشن بروبورشن. فتاخد بالك بس من التعريفات والنوتيشنز دي. طيب تعالوا نرجع ليه. وطبعا في الحاله دي زي ما قلنا انه ايه يا جماعه، خلي بالكم، يبقى احنا قلنا ان مين هو البي، يبقى احنا سمينا السامبل مين في الحاله دي بي، سمينا السامبل مين بي في حاله لما يكون الاوريجينال تارجت بوبيليشن ليها برنولي ديستريبيوشن. يعني اذا في الحاله دي البي ده از ايه؟ از راندوم فاريبل. ما لو البي ده ستاتستيك يبقى راندوم فاريبل وليه expectation. طب مين هو expectation بتاع البي في الحالة دي؟ ما هو البي ما هو إلا sample mean. وإحنا قلنا إن expectation بتاع sample mean هو أصلاً إيه by يعني أثبتنا إن هو إيه؟ إن هو بيساوي الميو. ومين الميو في الحالة دي؟ الميو في الحالة دي هي الباي. الميو في الحالة دي هي الباي، صح؟ مش كانت لما كان عندنا Bernoulli distribution كان الميو بـ-P، فالبي دلوقتي بقى اسمها باي. فيبقى الاكسبكتيشن بتاع البي بباي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو قعدت تاخد سامبلز كتير قوي 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 وفي كل سامبل تحسب البي بتاعتها، يعني ايه البي؟ يعني هتحسب النمبر اوف سكسسز ان ذا سامبل على السامبل سايز، وبعدين جيت تجيب بقى القيمه المتوسطه او الافريج بتاع كل الديفرنت بيز اللي جات لك من السامبلز المختلفه، ففي الاخر ده هيطلع مين؟ ده هيطلع هو نفسه الباي. مين هي الباي دي؟
الباي اللي هي ال population proportion بقى، أو ال probability of success في ال population الأصلية. قول كده؟ أوكي. طيب تعالوا بقى نروح نشوف ال example اللي احنا يعني أنهينا بيه المحاضرة اللي فاتت وسيبنا فيه جزء كده، اللي كان لسه ما قلناش النوت دي. فكان مدي data بت represent the number of hours a student spends studying per week for a random selected sample of 6 students. فطلع ال 6 students دول بيذاكروا 25 hours per week, 27, 20, 23, 29 and 26. فبيقول based on this sample obtain an estimate for each of the following parameters of the target population. المين والفاريانس والميديان. فعملنا ايه؟ بقينا نروح نجيب المين بتاع السامبل عشان تو استيميت المين بتاع البوبيليشن، وبقينا نجيب الفاريانس بتاع السامبل تو استيميت الفاريانس بتاع البوبيليشن، وهكذا الميديان والرينج. وايه بقى اخر حاجه طلبها؟ قال طالب البوبيليشن، يعني عاوزين نستيميت البوبيليشن بروبورشن اللي هو باي اوف ستودنتس ستادينج مور ذان 24 hours per week. ده كأن هو عرف لنا random variable جديد. بيقول ايه؟ بيقول انه يعني يا اما student studying more than 24 hours per week، يا اما مش يا اما studying يعني less than 24 hours per week. فده كأنه هيبقى برنالي random variable ياخد القيم يا واحد يا صفر. فهو بيقول دلوقتي احنا عاوزين نestimate the population proportion of students studying more than 24 hours per week. فلو احنا عرفنا random variable جديد، يعني مثلا لو كان ال random variable القديم ده اسمه x، يعني لو كان ال x هو ايه؟ لو كان ال x هو ال number of hours يعني او ال number of studying hours per week، فهنعرف random variable جديد y، وال y ده مختلف شوية. فال y ده اللي هو هيبقى ايه؟ فال y ده يعني اللي هو هنقول انه the student is studying تمام more than 24 hours. يبقى اذا ال y ده يا جماعة هياخد ايه؟ يعني ال y ده هيبقى له برنالي، صح كده؟ distribution، والبارامتر بتاعه اسمه باي. فالباي دي اللي هي probability of success، او probability ان يبقى ال x اكبر من ال 24 hours، صح كده؟ ده probability يعني of success، ده الباي. طيب احنا عاوزين نستيميت الباي، ازاي نستيميت الباي؟ عن طريق البي، ان احنا نروح نحسب البي اولا. بس فين في الحاله دي؟ فين في الحاله دي السامبل بتاعتنا دلوقتي؟ لو احنا هنسميها واي اي بقى، واي من واحد لحد الستة، ففين يا ترى قيم الاليمنتس بتاعت السامبل دي؟ ها اللي ذاكر 24 hours يبقى الواي بتاعته بكام؟ بواحد. اللي ذاكر 27 hours يبقى الواي بواحد برضو، لان هو كده ذاكر اكتر من 24 ساعة. طب اللي ذاكر 20 ساعة، لا ده كده ذاكر اقل من ال 24. واللي ذاكر 23 ده كده ذاكر اقل من ال 23. واخيرا هنا عندنا واحد، لا سوري، ولسه في 26 او واحد كمان. يبقى دي كده اهو قيم السامبل لما نيجي نبص عليها بديفينيشن جديد، which is مش ان انا ببص بقى على number of hours، لا انا يهمني بس اشوف هل number of hours ده اكتر من 24 ولا اقل من 24. فاحنا قلبناها لبرنالي، قلبناها لبرنالي random variable، وبالتالي السامبل كانها برضو هتاخد يعني القيم بتاعتها هتبقى 1 or 0. فخلاص دي كده الواي اي. احنا دلوقتي مطلوب مننا ايه؟ نحسب البي اللي هي ايه؟ sample proportion. ازاي هنحسب البي او السامبل بروبورشن؟ هنجمع عدد الوحائد اللي هي عدد السكسسز اللي هي 4 على التوتال اللي هو 6، يطلع ده بيساوي 2 على 3، فيطلع ده اللي هو مين. يبقى ده كده ال مين ده؟ ده السامبل بروبورشن. فده اللي احنا ممكن نستخدمه تو استيميت مين؟ تو استيميت ذا بوبوليشن بروبورشن باي، زي ما قلنا من شويه في السلايد اللي فاتت، او يعني من تو سلايدز او السلايد دي. احنا قلنا انه البي بيبقى الاكسبكتيشن بتاعه بباي، فممكن نستخدم البي كده علشان نعمل ابروكسيميشن ليه او استيميشن للباي، زي كده لما احنا بنستخدم اي اكس ان بار ان جنرال تو استيميت اي الميو بتاعه
target population. فنفس الفكرة هنا، بس دي حالة خاصة كده ليها اسم، sample proportion و population proportion وحاجات كده. يبقى ادي الحل اهو. في وسط الحل طبعا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على اننا بنستيميت الميو بالسامبل مين، بس طبعا ساعتها كنا بنتكلم على الاكس اللي هو number of hours، واستيميتد السيجما سكويرد باس سكويرد. الباي استيميتد بقى باي البي، اللي هو مين ده؟ اللي هو السامبل بروبورشن اللي جبناه عن طريق احنا جمعنا عدد السكسسز على العدد الكلي للسامبل انيمالز. بس ساعتها اعتمدنا زي ما قلنا على اننا وكاننا ايه، وكاننا استخدمنا قيم الراندوم فاريبل الجديد اللي اسمه واي، حيث ان واي ده عباره عن يعني بيبقى ب1 لو كان الطالب ذاكر اكتر من 24 hours و0 otherwise. فلذلك الواي اخذ قيم جديده بقى اللي هي 1 و0. فلما جمعنا الواي اي من 1 ل 6 فهو باختصار وكانه يعني جمعنا عدد الايه السكسسز وقسمنا على العدد الكلي. وبقيه المساله برضو دي كانت حاجه عملناها المره اللي فاتت اللي هو الميديان والرينج. واضح يا جماعه كده؟ فدي بس خلصنا النوت اللي كانت فاضله لنا. مهمه قوي بس تبقى فاهم فكره قصه البرنالي. لما انا يكون عندي برنالي ديستريبيوشن بنسمي دلوقتي probability of success في target population بنسميها باي، وبنسمي يعني مش هنقول probability of success بس هنقول عليها the ratio of successful يعني elements في السامبل او يعني او ما يسمى بالسامبل proportion نسميها p. يبقى الباي population proportion والp السامبل proportion والexpectation بتاع الp بيساوي باي. طيب تعالوا بقى نكمل ندخل في يعني حاجة جديدة بقى اسمها The Central Limit Theorem. أوكي، إيه هي Central Limit Theorem؟ ودي يمكن من أهم الحاجات اللي لازم تطلع بيها من علم الستاتستكس اللي أنت بتدرسه ده، من أهم الحاجات. Central Limit Theorem كل كلمة فيها بتعبر عن حاجة. Central Limit Theorem فبيقول if x n bar is the mean of a random sample of size n taken from a population with mean mu and finite variance sigma squared. لأن ال variance ممكن ساعات ما يبقاش finite يعني في بعض distributions، بس احنا we are assuming أو central limit theory دي بتنطبق فقط على الكيسز اللي بيكون فيها ال variance finite. Then the limiting form of the distribution of z equals xn bar minus mu على سيجما على جذر n as n tends to infinity is the standard normal distribution. يعني ايه الكلام ده؟ طيب احنا قلنا يا جماعه انه ان انا عندي حاجه اسمها population وعندي sample، وان population دي بيبقى ليها distribution معين، وان السامبل مين اللي هو حاجة زي xn bar ده random variable. اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت ان السامبل مين ده ال expectation بتاعه بكام؟ ال expectation بتاع ال xn bar بميو، وال variance بتاع ال xn bar بكام؟ قلنا ان هو بسيجما سكوير على n، صح كده؟ ده اللي احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت. لكن هل احنا اتكلمنا على يا ترى ال xn bar ال distribution بتاعه؟ احنا قلنا ان ده random variable صح؟ طب ال distribution بتاعه بايه؟ يعني ايه ال distribution بتاعه؟ على فكرة احنا بس عايزين ننتبه ان احنا ما بنبقاش عارفين اصلا حاجة عن ال target population. يعني target population الاصلية احنا ما نعرفش ال distribution ايه بتاعه، نعرفوش. فبالتالي يعني احنا في بعض الحالات الخاصة لو احنا عارفين ال distribution الاصلي، يعني لو كان بواسون مثلا فاحنا قلنا خلاص يبقى ساعتها ال xn bar دي بواحد على n summation ال xi من واحد ل n، ولو ال xi دول كانوا independent ماشي تمام يبقى ممكن ده يبقى بواسون. طب لو كان ال x الأصلية normal يبقى ال summation ده هيبقى normal. يعني في حالات خاصة ممكن نتوقعها، بس in general احنا ما نعرفش ال distribution الأصلي عامل ازاي. طب هل في حاجة تخلينا نعرف شكل ال distribution بتاع ال xn bar؟ اوكي يعني احنا ال expectation وال variance بتاعه اوكي تمام يجوا بدلالة الميو والسيجما سكوير. طب what about ال distribution؟
ده بتعرفه لنا السنترال ليميت ثيرم. بتقول بص يا جماعه، لو كان ال n كبيره قوي، يعني كل ما ال n تبقى كبيره جدا تروح الى ما لا نهايه، يعني كل ما السامبل بتاعتك السايز بتاعها يكبر قوي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان ال x n بار ده هيبقى له نورمال ديستريبيوشن ب مين ميو وفاريانس سيجما سكوير على n. بصوا يا جماعه، ما هو اصل السنترال ليميت ثيرم هي لا هتغير لنا الاكسبكتيشن ولا الفاريانس، دول اوريدي احنا اثبتناهم قبل كده فدول مش هيتغيروا، لكن هي هتقول لنا شكل الديستريبيوشن ايه. فالسنترال ليميت ثيرم بتقول ان الديستريبيوشن هيبقى نورمال لما يكون الان كبيره قوي. وبالتالي طبعا يعني هي النظريه مش بتقول كده بالظبط، هي بتقول ان اكس ان بار ناقص الميو على الستاندرد يعني ديفيشن اللي هو سيجما على جذر ان، بتقول ان ده هو الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، اللي هي دي ايكويفالنت يعني، لانه الاكس ان بار نفسه شخصيا هو نورمال بميو وفاريانس سيجما سكوير على ان. عادي، ما هو انتوا عارفين ان الاثنين دول ايكويفالنت لبعض، يعني احسن دي الطريقه اللي كنا بنحول بيها علشان نعرف نحسب التكاملات، ان انا اخد النورمال راندوم فاريبل واحوله للصوره اللي هو بيبقى فيها ستاندرد نورمال وبيبقى بطرح منه الميو بتاعه وبقسم على سيجما على ان. حتى دي هتلاقيها يعني دي كانها هتلاقيها الكورولاري بتاعت النظريه دي، يعني مش مشكله هما الاثنين ايكويفالنت. انا بس بحاول اقول لكم النظريه دي في الاخر بتعرفنا ايه؟ بتعرفنا شكل البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاع الاكس ان بار. واحد يقول طب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، الكلام ده regardless of الديستريبيوشن الاصلي، يعني مثلا الديستريبيوشن الاصلي ممكن يكون برنولي او ممكن يكون بواسون او ممكن يكون اي حاجه او حاجه مجهوله حتى، مش حاجه من الكومن ديستريبيوشن، ويفضل برضو الاكس ان بار لما تبقى الان كبيره قوي ليه نورمال ديستريبيوشن. ايوه الاجابه ايوه بالظبط، ده كده بالظبط، هو ده النظريه بتقول كده، انه regardless of النظريه كل الحكايه قالت لي انه نفترض ان البوبيليشن المين بتاعها ميو والفاريانس سيجما سكوير، ما قالت ليناش اي حاجه عن الاوريجينال بوبيليشن يا ترى مثلا تكون شكلها ايه او يكون الديستريبيوشن بتاعها عامل ازاي. لا لا لا، احنا بس بتقول لنا انها البارامترز بتاعتها هي ميو سيجما سكوير، وراحت على طول النظريه قالت لنا ان الليميتنج فورم اوف ذا ديستريبيوشن، كلمه الليميتنج فورم يعني as n tends to infinity، يعني as n tends to infinity بيبقى ليه نوع ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. خلاص كده يا جماعه، واحنا بناخد النظريه دي من غير اثبات، ومش مهم خالص اثباتها، المهم ان احنا نستوعب النظريه نفسها، اسمها سنترال ليميت ثيرم. سنترال ليه بقى؟ لان هي بتقول انه هي بتتكلم عن الديستريبيوشن بتاع السنتر او one of the centers the central يعني the center statistics يعني بتوع السامبل اللي هو اكس ان بار ده statistic كده بيديني indication عن الcentral tendency للسامبل وبالتالي دي الpopulation. فهي الdistribution النظرية دي بتعرف لنا السنتر ده لما ناخد الليمت as n tends to infinity يبقى شكل الdistribution بتاعه عامل ازاي. if x n bar is the mean of a random sample of size n taken from a population with mean mu and variance sigma square, then the random variable x n bar minus mu over sigma over root n as n tends to infinity is the standard normal distribution اللي هو parameters بتاعته 0 و 1. خلاص، وكانت ايه الحكمة يعني من ان انا اقسم هنا على سيجما على جذر n؟ لانه ايه، هي كل الحكاية بس ان هو يعني مسك ال x n bar نفسه وقال ال expectation بتاعه بميو و الفاريانس بتاعه ب سيجما سكوير على n، فكاننا طرحنا منه الاكسبكتيشن بتاعه وقسمنا على الستاندرد ديفيشن اللي هو سيجما على جذر n، فادتنا شكل الايه، شكل الزد دي. فهو بيقول ان الزد ليها ستاندرد نورمال ديستريبيوشن زي ما انا قلت. طيب واحد يقول ايه، ثانيه واحده، طب واحنا هنستفاد بالنظريه دي ازاي؟ يعني احنا اكيد ان عمرنا ما هناخد سامبل n بانفينيتي. اوكي، بس اتفقوا على انه لو ال n اكبر من او يساوي 30 هنعتبر ان النورمال ابروكسيميشن مقبول. يبقى لو ال n اكبر من او يساوي 30 يبقى ممكن نقدر نفترض او نعتمد او يعني على او نفترض انه النورمال ابروكسيميشن ده is accepted. تمام، دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه انه لو البوبيليشن الاصليه بقى
لو الـ population الأصلية كانت normal، كانت normal، يبقى في الحالة دي يا جماعة أصلا إيه؟ يبقى في الحالة دي الـ xn bar، ودي أثبتناها يمكن في المحاضرة اللي فاتت بتاعة chapter 7 بكذا طريقة، صح؟ إن إحنا قلنا إنه لو إحنا عندنا مجموع عدد من النورمال random variables اللي هما بس يكونوا independent، المجموع ده هيطلع دايما normal برضو، خلاص؟ بغض النظر عن عددهم بقى. يبقى هنا في الحالة دي لو كان الديستريبيوشن الأصلي normal، فأنت بتروح بتاخد الواحد على n summation xi من واحد ل n، فده هيبقى دايما normal برضو random variable بغض النظر عن ال n. إن شاء الله لو ال n باتنين تدعم من ال n باتنين أو تلاتة أو أربعة أو أي حاجة، لأنه دي حالة خاصة إن الديستريبيوشن الأصلي normal، يبقى خلاص مجموع أي normal random variables independent يطلع normal حتى ولو كان عددهم قليل. يبقى لو population is known to be normal، هيبقى ال distribution of xn bar هيبقى هو كمان لي normal distribution exactly، مش ده مش تقريب بقى، ده exactly no matter how small the size of the sample is، يعني i.e. for any n أكبر من أو تساوي الواحد، عند ال n بواحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو أي حاجة. خلاص يا جماعة واضح؟ وطبعا ده make sense، يعني make sense لأن دي أصلا حاجة إحنا أثبتناها قبل كده. طيب وهنا زي ما قلنا الكورولاري بتقول إيه بقى؟ بتقول إنه إذن إيه بقى؟ طيب طالما إنه طالما إن الـ xn bar، إحنا قلنا خلاص إن الـ xn bar دلوقتي ليه normal distribution، صح؟ طبعا لما يكون الـ n أكبر من أو تساوي 30 هنبقى ليه normal distribution، وهيبقى الـ parameters بتاعته أهي n و sigma square على n. طيب بالنسبة بقى لو إحنا ما خدناش الـ xn bar على بعضه، لو ضربناه في n، يعني n في xn bar ضربناه في constant يطلع ايه؟ هو هيطلع نفس الديستريبيوشن، الضرب في constant ما بيغيرش الديستريبيوشن، بس هيغير لي بس في المين والفاريانس. لو انا بضرب n في xn bar يبقى المين الجديد اسمه n mu، صح؟ احنا عارفين يعني لو سميت xn bar ده y فعندي n y، المين بتاع ال n y هو n في المين بتاع ال y which is n mu، والفاريانس هيبقى n squared في سيجما سكويرد على n، ماشي؟ يعني اذا بمعنى اصح ان ال 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 n في ال xn bar ده هيبقى ليه normal distribution بمين n mu وvariance n سيجما سكويرد، ماشي؟ يبقى هنا بيقول الراندم variable اللي هو اسمه ايه؟ لو انت بقى بس بتتكلم على مجموعة السامبل elements، ده اللي هو كأنك ضربت السامبل مين في n، فده هيبقى له برضه normal distribution، بس هيبقى المين بتاعه هو مين؟ هو n في المين بتاع ال xn bar، ده من النظريات بتاعة ال chapter 4، يعني n في mu. طيب والفاريانس بتاعه؟ n square في الفاريانس بتاع xn bar، يعني n square في sigma square على n، يعني n في sigma square، وبرضه طبعا الكلام ده for sufficiently large n. For sufficiently large n. خلاص كده يا جماعة، فدي central limit theorem مهمة جدا جدا، قد تكون من أهم الحاجات اللي انتم محتاجين تطلعوا بيها من statistics، ان انت تبقى عارف لما تسمع كلمة central limit theorem دي بتقول ايه. دي معناها انه السامبل مين بيبقى له normal distribution لما يكون السامبل سايز اكبر من او يساوي 30. اخرج كده بالسطر ده يبقى انت استفدت كتير قوي من الـ statistics، من كل البارت بتاع الـ statistics ده. طيب يلا نشوف example بيقول each computer chip made in some factory is independently defective with probability 0.25. فدي كده كأن احنا عندنا برنالي distribution وكأن الباي يعني given اهي ان الباي بايه؟ بـ 0.25، خلاص based on، يعني هنا احنا كده كأن اللي given دلوقتي عندنا هو الباي 0.25. based on the central limit theorem find an approximate value for the probability that in a sample of 500 chips there are less than 120 defective chips. طيب الكلام ده معناه ايه؟ هو بيقول انه دلوقتي احنا عندنا تعالوا نشوف الحل كده، يعني هنبقى عامل ازاي. هو احنا دلوقتي زي ما قلنا انه الاكس نفسه اللي هو ايه؟
اللي هو التارجت بوبوليشن ده بير نول. بس وقلنا ان البارامتر بتاعه باي اهو اللي هو جيفن هنا بالفعل 0.25. خلاص طيب، فهنا هو احنا هنعرف، وهنا بيقول find an approximate value for the probability that in a sample of 500 chips، يعني احنا عندنا sample of 500 chips x1 و x2 لحد ال x500، فهنا بيقول ان يكون فيهم less than 120 defective chips. يعني ايه؟ يعني ان يكون ال summation بتاع ال xi من 1 ل 500 ماله؟ يعني احنا سمينا ده y، عاوزين نجيب احتمال ان الواي ده يكون ايه؟ اقل من ال 120. مش هو ده المطلوب ولا ايه؟ مش هو ده المطلوب كده بالظبط ولا ايه؟ ما هو يعني ايه less than 120 defective items؟ يعني عدد ال success elements في السامبل يكون اقل من 120. خلاص؟ طب وعدد ال success elements ده بنجيبه ازاي؟ بان انت تجمع قيم ال xi. السامبل فيها حاجات، فيها وحايد وفيها حاجات فيها اصفار. الوحايد بتمثل الـ number of successes، فلما أجمع الـ sample elements كلها يبقى أنا كأني بجمع الوحايد اللي فيها، يبقى بجمع الـ number of successes. فعايزين نعرف إيه احتمال إن يكون الـ y ده أقل من 120. طب إحنا عشان نعرف احتمال إن الـ y ده أقل من 120، إحنا محتاجين نشوف أصلاً شكل الـ distribution بتاع الـ y عامل إزاي. لسه الـ corollary اللي فاتت دي بتقول لنا إيه؟ إن الـ y ده هيبقى له normal distribution N mu وان سيجما سكويرد، صح كده؟ مين هي الميو في الحالة دي؟ هي الباي. الباي اللي هي البوبوليشن بروبورشن. خلي بالك الميو دي كانت التارجت البوبوليشن، التارجت بوبوليشن مين او البوبوليشن مين، فدي اللي هي باي في حالة البرنولي. والسيجما سكوير هو عبارة عن ايه في حالة البرنولي؟ هو باي في واحد ناقص الباي. خلاص يبقى انت عارف الميو يعني هتعرف تحسب الان ميو، وعارف السيجما سكوير يعني هتعرف تحسب الان سيجما سكوير. يبقى عارف كده كل المعلومات بتاعتك عن النورمال ديستريبيوشن ده، وبالتالي تقدر تستخدم الجداول عشان تجيب البروبابيلتي ان الواي اقل من 120 عن طريق بقى ان انت تحوله الاول الى ستاندرد نورمال ديستريبيوشن الى زد، وبعدين تشوفه في الجدول. فتعالوا نشوف كده الحل بالتفصيل. ادي زي ما قلنا الاكس ليبرنولي ديستريبيوشن والبارامتر بتاعه هو 0.25، يعني الميو هو مين؟ هو الـ population proportion pi اللي هو 0.25، والسيجما سكوير اللي احنا كنا زمان بنقولها ايه يا جماعة؟ السيجما سكوير من الجداول حتى هتلاقوها في الجدول اللي احنا حطيناه مثلا بتاع الميد تيرم، p في 1 ناقص p او p في q، اللي هي دلوقتي اسمها ايه؟ اسمها pi في 1 ناقص pi، يعني ربع في 0.75 اللي هو هتلاقيه 3 على s 16. جميل. المطلوب دلوقتي او يعني احنا المطلوب له علاقة ب عدد الـ defective items في السامبل، فده له علاقة ب احنا نتعلم اهو دلوقتي ان لما يكون عندنا sample taken from a Bernoulli distribution يبقى عدد الـ successes فيها هو مجموع قيم الـ elements بتاعتها، يعني y اللي هي عدد الـ successes هو مجموع الـ elements بتاعت الـ sample. فالمطلوب ان احنا نشوف احتمال ان يكون الـ y ده اقل من الـ 120، فده يتطلب ان احنا نشوف الـ distribution بتاع الـ y. طبعا الـ y بما ان الـ sample اصلا كبيرة جدا 500، فأكيد إن 500 دي أكبر من 30 بكتير، فيبقى according to central limit theorem ده هيبقى له normal distribution. والبارامترز بتاعته إيه؟ أدي n باي أهي، وأدي n سيجما سكوير، صح كده؟ يبقى ضربنا الـ 500 في الربع، وضربنا الـ 500 في التلاتة على الـ 16، اللي هو هيطلع ده الـ expectation والـ variance بتوع الـ normal random variable اللي هو y. يبقى عاوزين نجيب احتمال ان الواي اقل من 120، بنروح نعمل اللي كنا بنعمله زمان، هنحوله الأول إلى عشان نعرف نستخدم الجداول إلى normal زد، وبعدين هناخد ال 120 دي نطرح منها الميو ال expectation يعني بتاع الواي، ونقسم على الستاندرد ديفيشن اللي هو جذر ال variance. فتحسب ال expression ده يطلع لك بايه؟ ب minus 0.5164. ماشي، minus 0.5164. طيب ازاي نجيب الكلام ده من الزد تيبل؟ احنا لو احنا جينا نشوف الجدول يا جماعة بتاع الزاد النورمال، تلاقي اصلا ان انت ما تعرفش الا ان يكون مثلا عندك تو ديسيمال، يعني تو ديجيتس، يعني تو ديسيمال ديجيتس، مش كده؟ لكن هنا احنا عندنا 516، ف 516 دي اللي هي تعتبر ايه؟ between ال 0.51
وال 0.52. يبقى انت هتروح تجيب الاريا بتاعت الاريا اللي هي عند minus 0.51 والاريا اللي هي عند minus 0.52 وتاخد الافريج ما بينها. ففين ال 0.51 اهي، ادي كده الرقم ده والرقم ده، الاثنين اللي جنب بعض دول، واحد فيهم عند الماينس 0.51 والتاني عند الماينس 0.52. فكأن احنا هناخد الافريج بتاع التو ارياز دول او التو probabilities دول. واضح؟ هو ده دايما الطريقه بتعمل بيها في الجدول كده. لو انت ما عندكش قيمه، لو انت عندك قيمه مش exactly موجوده، يبقى تاخد تشوف هي افريج ما بين ايه وايه، وتاخد الافريجز بتاعته، تشوف هي محصوره ما بين ايه وايه وتاخد الافريجز بتاعته. فهنا هنا عندي دي الاريا اللي عند ماينس 0.51 ودي الاريا اللي عند ماينس 0.52، واحنا عاوزين الاريا اللي عند ماينس 0.516. يبقى ناخد الافريج اوف ذوز تو ارياز، يعني هنجمع ال 0.305 زائد 0.3015 ونقسم على الاثنين، يطلع تقريبا ايه الاريا تقريبا او الاحتمال ب 0.3033. تمام كده؟ طيب ادي اول اكزامبل ايه او خلصنا كده، خلصنا السنترال ليميت ثيوري، وطبعا في اكسرسايزز اكتر ان شاء الله هتلاقوها موجوده في الشيت. تعال بقى نبدا نتكلم على برضو يعني ضلع من الضلعين المهمين جدا في الستاتستكس اللي هو اسمه بارامتر استيميشن. الستاتستكس فيها حاجتين مهمين قوي، فيها البارامتر استيميشن وفيها الهايبوثيسيس تيستينج. فدول اللي احنا ان شاء الله فضل لنا هنتكلم عليهم، يعني الحاجتين دول. فافتكروا ان الانفرنشال ستاتستكس احنا قلنا فيه ديسكريبتيف وفي انفرنشال. الانفرنشال ستاتستكس فيل كونسيستس اوف ذا ميثودز يوزد تو ميك ديسيجنز اور تو درو كونكلوجنز اباوت ا بوبوليشن من خلال الانفورميشن اللي في السامبل. يعني انا معايا سامبل وبحاول منها اعمل انفرنسز او استدلالات او اعمل كونكلوجنز على البوبوليشن. طيب الستاتستيكال انفرنس او الانفرنشال ستاتستكس هي نفسها، يعني الكلمه دي هي نفسها alternative اللي فوق، may be divided into two major areas. اول حاجه البارامتر استيميشن، وتاني حاجه الهايبوثيسيس تيستينج، وهنتعرف عليهم هما الاثنين ان شاء الله. نبدا اولا البارامتر استيميشن. البارامتر استيميشن refers to using statistics، واحنا عرفنا يعني ايه statistics، يعني functions of random sample to estimate unknown parameters of the target population. As simple as this. يعني أنا بستخدم السامبل اللي عندي اللي احنا عارفينها عشان نستيميت parameters ليها علاقة بالتارجت population. For example مثلا المين بتاع target population، الفاريانس، البوبوليشن بروبورشن باي and so on. يعني أي parameters يكون ليها علاقة بالتارجت population. البارامتر استيميشن برضو ليه كلاسيفيكيشنز، فممكن يكون حاجة اسمها point estimation، يعني أنا باستيميت بدي نقطة أو بدي قيمة specific to estimate البارامتر، أو حاجة اسمها interval estimation، يعني أنا مش هقول بالظبط البارامتر بكام لكن أنا هقول الانترفال اللي هو موجود فيها. وهنتعرض برضو للاتنين دول، هندرس شوية في point estimation وشوية في interval estimation. نبدأ أول حاجة بالpoint estimation. ايه هو البوينت استيميشن او البوينت استيميت اوف سام بوبوليشن بارامتر؟ احنا بس هنبدا دلوقتي نتعامل مع شويه اكسبريشنز جديده. بدل ما اقعد اقول ان البوبوليشن بارامتر از ميو اور سيجما سكوير اور باي اور لا تعال نسميه ثيتا، اي ثيتا، اي بارامتر. يعني ان جنرال انا بتكلم على اي بوبوليشن بارامتر اسمه ثيتا. الثيتا ده بقى يبقى ميو، يبقى سيجما سكوير، يبقى باي، يبقى الفا او بيتا في حاله الجاما ديستريبيوشن، ايا كان اسمه ثيتا. انا بتكلم على general population parameter ثيتا. فالpoint estimate of some population parameter ثيتا is a single numerical value ثيتا hat. ثيتا hat ده اللي هو انا بقول ده هو الاستيميت بتاع ثيتا. يعني ممكن يكون ثيتا اصلا ليه قيمه exact معينه بس انا بحاول اعمل له estimate، فبعمل له estimate باني بطلع له قيمه تقريبيه كده بنسميها ثيتا hat. والثيتا hat دي احنا حسبناها من خلال
statistic من السامبل يعني function of the sample اسمه ايه الستاتستيك دي؟ اسمه theta capital. السيمبل ده يا جماعه يعني بص ده الثيتا سمول وده كده اللي هو بيبقى كده وكأن انت عندك في النص حرف الاتش كده كبير ده كده اسمه ده الثيتا كابيتال ده الكابيتال الكابيتال جريك لتر بتاع الثيتا وده السمول خلاص. فتخيل ان انت عندك ستاتستيك ثيتا كابيتال بتساوي سام فانكشن في السامبل اكس 1 اكس 2 اند سو اون لحد الاكس ان. فلما تعوض فيه بقيمه بسامبل معينه يعني دي جنرال فانكشن لما نعوض فيها بسامبل معينه بنحصل على specific value of the estimate اسمها ثيتا هات to estimate الثيتا ودي single numerical value. ففي الحاله دي بنسمي الستاتستيك ثيتا كابيتال ده بنسميه a point estimator of theta تمام. يبقى انا عندي في حاجه اسمها ثيتا كابيتال بنحاول ان احنا يعني ندور عليها أو نلاقيها أو نقترحها اللي هي سميها H سميها F سميها أي حاجة اللي هي function في السامبل يعني ده statistic من الآخر. الثيتا كابيتال دي is a sample statistic خلاص sample statistic. وبعدين هت substitute okay with certain sample elements x1 و x2 هكذا فتقوم ايه فتقوم تطلع estimate كده اسمه ثيتا هات هتطلع قيمه اسمها ثيتا هات والقيمه دي هتبقى ايه هتبقى point estimate of a of the original population parameter theta. واضح اللعبه كده عامله ازاي؟ يبقى احنا عندنا اول حاجه السامبل ستاتستيك نفسه اللي احنا بنحاول نشوف ايه هو السامبل ستاتستيك المناسب تو استيميت البارامتر وبعدين تعمل سبستيتيوشن وذ سيرتن سامبل اليمنتس فتجيب بوينت استيميت ثيتا هات اوف الايه البارامتر خلاص كده. طيب اوكي طبعا هنا النقطه بقى الملحوظه انه ايه ان احنا for the same population parameter انا ممكن يكون عندي different possible estimators we may have several choices for the point estimator of a parameter for example الاكزامبل اللي احنا ممكن دايما نريليت ليه ونفهمه ان انا ممكن مثلا لو احنا عاوزين نعمل estimation ل المين of the population mu فاحنا ممكن حاجات كتير قوي نستخدمها بدءا كده ممكن نستخدم السامبل مين يعني لو احنا عاوزين نعمل استيميشن للميو فاحنا ممكن نستخدم السامبل مين اللي هو اكس ان بار او ممكن نستخدم الميديان اللي هو الميديان اوف اكس او ممكن نستخدم مثلا واحد تاني يقول لا انا هاخد اصغر واكبر اوبزرفيشن واخد الافريج بتاعهم يعني انا هاخد اكس 1 زائد الاكس ان واقسم على الاثنين واحد جت في دماغه كده خلاص. كل دي بوسيبل بوينت استيميترز للمين للميو تمام. طب ثانيه واحده كده يعني مين احسنهم يعني 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 على اي اساس نقارن ما بينهم دي نقطه مهم to decide which point estimator of a particular parameter is the best one to use بنحتاج شويه statistical properties نقيم بيها الاستيميترز دي صح. زي ايه مثلا؟ زي ان احنا نحاول نشوف طيب الاستيميتور اللي احنا بنتكلم عليه ما احنا قلنا الاستيميتور ده is a sample statistic طيب الـ expectation بتاعه ممكن يكون كام أو الـ variance بتاعه ممكن يكون كام وهل ده يخلينا نعرف نقارن ما بين الـ estimators يعني هل لو الـ expectation خد شكل معين أحسن أو هل أو هل لو الـ variance خد شكل معين أحسن للـ estimator ده أو للـ sample statistic ده فدي كلها حاجات هتبقى statistical properties نعرف نقيم بيها الاستيميتور او نقارن بيها يبقى عندنا some criteria to compare الاستيميتورز ببعض يبقى عندنا some criteria to compare الايه الاستيميتورز ببعض يبقى we may have several choices for the point estimator of a parameter for example the sample mean the sample median or the average of the smallest and the largest observations in the sample كلهم ممكن يبقوا point estimators للمين. طب to decide which واحد يعني which one of them
is the best one to use يبقى محتاجين نexamine أصلاً شوية statistical properties زي مثلاً the expectation والvariance and develop some criteria for comparing. طيب تعالوا نكمل عشان الكلام يبقى أوضح. أول criteria بنستخدمها إننا نقول إن والله في حاجة اسمها biased وفي unbiased estimators. وطبعا من الاسم كده اكيد unbiased يعني ممكن تكون احسن شوي، بس تعالوا نشوف اصلا يعني ايه biased estimator ويعني ايه unbiased estimator. The point estimator theta capital for a population parameter theta is called unbiased estimator if and only if ايه؟ خلي بالك احنا قلنا theta capital مرارا وتكرارا random variable وان هو عبارة عن statistic simple statistic وبالتالي random variable وبالتالي expectation ولي variance. فلو حصل انه expectation بتاع theta capital كان هو نفسه ال population parameter theta اللي انت اصلا بتحاول تستخدم ال theta capital as a point estimator لي، فلو expectation بالضبط بيساوي theta يبقى نقول ان الاستيميتور ده is a is unbiased. Otherwise يعني لو expectation لا يساوي theta يبقى بنقول ان هو biased estimator. ولما بيكون الاستيميتور بايست فبنقول ان الديفرنس ده ما بين الاكسبكتيشن بتاعه وما بين البارامتر الاصلي اللي احنا اصلا عاوزين نعمل له استيميشن بنسميه ذا بايس اوف ذا استيميتور. خلاص كده ده تعريف مهم جدا. طيب فاذا احنا لو عندنا مور ذان 1 استيميتور عامه مين البريفيربل تو بي يوزد منطقيا حتى من غير ما تبقى مكتوبه في السلايد؟ اكيد الان بايس احسن اكيد. ما هو أنا مش عاوز أستخدم estimator يكون أصلاً biased وبعيد شوية عن الأصلي، لأ أكيد الـ unbiased أحسن، ده مبدئياً. طب لو إحنا عندنا كذا واحد unbiased، يعني أنا عندي كذا estimator زي مثلاً السامبل مين، الميديان، الأفريج of the smallest and the largest sample points، كلهم مثلاً unbiased، تفترض يعني، أختار مين فيهم بقى؟ يعني if we have more than one unbiased estimator for some parameter theta نختار مين بقى؟ فقال لك it is certainly recommended to choose the one having the least variance. It is certainly recommended to choose the one having the least variance. Hence standard error. It is certainly recommended to choose the one having the least variance. Hence standard error. Which is defined to be the standard deviation of the estimator theta sigma theta capital. بمعنى ايه؟ بمعنى انه في الحالة دي هنقارن بقى من خلال الفارينس بتاع الاستيميتور theta capital ده. يعني لو كان كلهم الاكسبكتيشن بتاعهم بثيتا وبالتالي unbiased يبقى نروح بقى نجيب الفارينس ونختار الاحسن ان يكون الاستيميتور الفارينس بتاعه اقل. يبقى ده كده ادق شوية او احسن او على الاقل الفاريابيليتي فيه مش عالية. مش مرة يديني قيمة ومرة يديني قيمة تانية بعيدة عنها تماما، لا كل ما الفارينس يبقى أقل يبقى أحسن. والحقيقة إن الجذر بتاع الفارينس ده اللي هو السيجما بتاعة الثيتا كابتل دي بيسموها إيه؟ بيسموها الستاندرد ايرور. ستاندرد ايرور اللي هي الستاندرد ديفيشن اوف ذا استيميتور. فكل ما تكون السيجما دي صغيرة يبقى الستاندرد ايرور صغير يبقى الاستيميتور أحسن. يبقى تاني لو احنا عندنا more than one unbiased estimator for some parameter theta ففي الحالة دي بيبقى recommended to choose the one having the least variance hence the least standard error which is defined to be the standard deviation of the estimator. واضح الفكرة يا جماعة؟ يبقى احنا دايما نحب الاستيميتور يبقى الفاريانس بتاعه قليل ونحب ان الاكسبكتيشن بتاعه يبقى هو نفسه الثيتا. طيب تعالوا نشوف example كده يفهمنا القصة دي، يفهمها لنا بطريقة لطيفة. بيقول a sample of size n بتساوي 5 is randomly selected from for the purpose of estimating the population mean mu. احنا عاوزين نestimate الميو فقلنا احنا هناخد sample من الايه؟ من التارجت population. خلاص؟ persons A and B suggested using the sample mean and the sample median respectively. في واحد قال انا هستخدم السامبل مين to estimate the mu والتاني قال انا هستخدم السامبل ميديان to estimate الميو. طيب فهنا احنا عاوزين نقارن ما بينهم. فنقارن ما بينهم ازاي؟ ان احنا اولا نشوف هل كل واحد فيهم اختار استيميتور
biased ولا unbiased. طب نعرف دي ازاي؟ عن طريق ان احنا نجيب الـ expectation بتاع كل estimator. فالـ estimator الاولاني اللي هو ايه؟ الـ estimator بتاع الشخص ايه؟ اسمه x 5 بار. والشخص الثاني الـ estimator بتاعه اسمه الميديان اوف اكس. فتعالوا نحسب الاكسبكتيشن بتاع كل واحد فيهم. يبقى كده بنحسب الاكسبكتيشن بتاع ثيتا ايه والاكسبكتيشن بتاع ثيتا بي. And comment on the results، يعني عايزين نشوف بقى هما بايست ولا unbiased ولا ايه. Also evaluate الفاريانس بتاع الاولاني والفاريانس بتاع الثاني، ومنها decide on which estimator you معلش you prefer. دي بي بس ناقصه هنا. You prefer to use and why. طيب عاوزين نحسب الاكسبكتيشن بتاع الاكس ان بار. طبعا يا جماعه احنا دي حاجه لا تخفى علينا، ما احنا عارفين انه مين هو الاكسبكتيشن بتاع الاكس 5 بار. احنا عارفين ان الاكسبكتيشن بتاع اي سامبل مين هو ميو. ماشي حلو قوي. طب بالنسبه للاكسبكتيشن بتاع الميديان اوف اكس، هو مين هو الميديان اوف اكس؟ لو انا عندي 5 elements هنرتبهم كده، هو هنجيب الاوردر statistics بتاعتهم من x1 لح all the way لحد x5، يبقى الميديان هو اللي في النص اللي هو x3 صح؟ يعني واحد منهم يعني. طب ال x3 ده ايه؟ ال expectation بتاعه كام؟ ال x3 ده اصلا ما هو الا ال element ده هو ليه نفس الديستريبيوشن الاصلي، وبالتالي ال expectation بتاعه هو نفسه ميو صح كده؟ يعني مثلا لو الديستريبيوشن الاصلي كان بواسون يبقى ال x ده بواسون، لو كان برنولي يبقى ال x برنولي، لو هكذا. فيبقى ال expectation يعني ال expectation بتاعه هو نفسه ميو. اتكلمنا على دي قبل كده كتير، ان احنا قلنا كل element على حدة في السامبل دي بيبقى ايه؟ بيبقى له نفس الديستريبيوشن الاصلي، يعني نفس الاكسبكتيشن ونفس الفاريانس. اذا كده لقينا ان both estimators are ايه؟ are unbiased. حلو كده؟ وادي اول جزء في الاجابه. لو احنا فرضنا ان x1 و x2 لحد x5 الراندوم سامبل، يبقى ادي اول estimator ثيتا ايه اللي هو x5 بار اللي هو 1 على 5 في السميشن اللي هو السامبل مين. والتاني الثيتا بي بميديان اكس اللي هو مين يا جماعه الميديان؟ اللي هو الثيرد اوردر ستاتستيك اوف ذا سامبل، ان هم خمسه. فبتاخدهم الاول ترتبهم من الصغير لكبير وتاخد اللي في النص بالظبط عشان هم اد يعني السامبل از يعني عدد الاليمنتس اللي فيها اد. فلما نيجي نجيب الاكسبكتيشن بتاع ثيتا ايه اللي هو الاكسبكتيشن بتاع السامبل مين، ده ميو، ودي يعني قلناها قبل كده كتير. اما الاكسبكتيشن بتاع ثيتا بي فهو الاكسبكتيشن اوف وان اوف ذا اليمنتس ميو برضو، لانه اي اليمنت على حده ليه نفس الديستريبيوشن الاصلي. Therefore both estimators are unbiased. However تعالوا بقى نشوف، طيب يعني نقارن بينهم بقى ازاي، بقى نروح نجيب الفاريانسز ونشوف مين فيهم ليه فاريانس اقل. مين هو الفاريانس بتاع الاستيميتر الاولاني ثيتا ايه؟ ده عباره عن الفاريانس بتاع السامبل مين. واحنا قبل كده قلنا انه الفاريانس بتاع السامبل مين اكس ان بار بكام، قلناها قبل كده كتير واثبتناها، المفروض يعني سيجما سكوير على ان. يبقى دي هتبقى سيجما سكوير على 5، ده الفاريانس. طيب وات اباوت الاستيميتر الثاني ثيتا بي؟ مين هو الفاريانس بتاع ثيتا بي؟ هو الفاريانس بتاع الميديان اللي هو الفاريانس بتاع الثيرد اوردر ستاتستيك. الثيرد اوردر ستاتستيكس از جاست سمبلي هاز يعني ات هاز ذا سيم ديستريبيوشن اوريجينال ديستريبيوشن، وبالتالي الفاريانس بتاعه هو مين؟ هو سيجما سكويرد. هو سيجما سكويرد مباشره، لان هو الاكس ان الاكس تاتا ده ما هو الا ايه؟ ليه نفس البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن بتاعت التارجت بوبيليشن، وبالتالي هو ليه ميو وليه سيجما سكويرد، يبقى الفاريانس بسيجما سكويرد. يبقى ايه رايكم ثيتا ايه وثيتا بي؟ مين فيهم الفاريانس بتاعه او مين فيهم الستاندرد ايرور بتاعه اقل؟ كليرلي الاستيميتور الاولاني. يبقى therefore ملاحظين ان الفاريانس بتاع الاستيميتور الاولاني اقل من الفاريانس بتاع الاستيميتور الثاني. يبقى it is hence preferable to use theta a اللي هو بيساوي x 5 بار. ليه؟ لان هو it has less variance وبالتالي less standard error، وبالتالي ايه؟ less standard error. واضح كده؟ this conclusion makes sense. ليه يعني it makes sense ان يكون استخدام السامبل مين افضل من استخدام الميديان to estimate الـ population mean؟ لان هو بيقول لانه لان يا جماعه السامبل مين بيعتمد على كل الاليمنتس بتاعه السامبل، فمش بيضيع اي انفورميشن، فاكيد هيحسب استيميشن ادق شويه غير ان انت تاخد نقطه واحده في السامبل بتاعتك وتجنور بقيه النقط.
يبقى الكونكلوجن دي ميك سنس، لان السامبل مين بيعتمد على الانتاير سامبل نوت جاست وان اوبزرفيشن، فبيعتمد على معلومات اكتر، فمنطقيا ان هو يكون ادق شويه. وفعلا بالاثباتات اهو لقينا ان الستاندرد ايرور بتاعه هيبقى اقل من الميديان. يبقى شفنا ونفس بنفس المنطق، لو انت بقى اخدت، لو في شخص تالت سي، لو سي اقترح الاستيميتور ان هو يكون ايه، ان هو يكون اصغر نقطة زائد اكبر نقطة على الاثنين، يعني قالك انا هاخد اصغر اوردر ستاتستيك واكبر اوردر ستاتستيك واقسم على الاثنين. تعالوا كده يا جماعة قيموا بقى انتوا الكلام ده، احسبوا الاكسبكتيشن بتاعه وشوفوا كده هل هو biased ولا unbiased، واحسبوا الفاريانس بتاعه عشان تحسب الستاندرد ايرور، وحضرتك شوف كده قارنه بقى تاني بA وB، وشوف رتبهم كده من حيث الأحسن والأسوأ، خلاص؟ وشوف فإذا دايما هتلاقي إيه، كل ما استخدمت information أكتر يعني most likely يعني هيبقى أنت بتعمل estimation أحسن، خلاص كده؟ طيب in case of having more than one unbiased estimator، طبعا بنعيد تاني نفس الملحوظ، يبقى it is recommended to choose the one having the least variance، وبالتالي ده بيبقى له the least standard error. احنا بس كده اتكلمنا على يعني ايه فكرة ان يكون الاستيميتر يعني biased او يكون unbiased، وشفنا ايه شوية cases. المفروض دلوقتي ان احنا نبدأ نتكلم على الماكسيمم likelihood estimator، فاحنا بس هنتوقف هنا ان شاء الله في المحاضرة دي، وهنبدأ المحاضرة الجاية بالكلام على الماكسيمم likelihood estimator ان شاء الله. خلاص طيب، شكرا جزيلا، سلام عليكم.